ولد طفل ذو وجهين ودماغين في رأس واحد في إندونيسيا ويبلغ عمره شهرين ولديه جسد واحد وذراعان وساقان، ولكن بسبب عدم قدرة أخيه التوأم عن التطور في الرحم ولد ورأسه مشوه. ويقول الأطباء أن مثل هذا المرض يحصل مرة واحدة من بين 250 ألف حالة ويعرض حياة الطفل للخطر، ويتطلب العلاج إجراء جراحة لإزالة أحد العقول والوجه وكذلك أجزاء من الجمجمة.